صرح المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان بأن الوزارة شرعت صباح اليوم في تسليم عقود الانتفاع بوحدات مشروع الحنينية الإسكانية، وذلك في إطار البرنامج الإسكاني الذي أعلنت عنه الوزارة لتنفيذ أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وذلك بتوزيع 3000 وحدة سكنية. الحمر أكد أن الوزارة حريصة تماما على الالتزام بالجدول الزمني المعد لتخصيص وتسليم الوحدات السكنية التي تم الإعلان عنها، ليتم بعد ذلك الشروع في التحضير لتخصيص وتسليم المراحل الأخرى من الخدمات الإسكانية. ما زالت وزارة الإسكان تسير وفق الجدول الزمني لتوزيع 3000 وحدة سكنية في جميع مدن وقرى المملكة، والتي أمر بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حيث بدأت الوزارة بتسليم عقود الانتفاع لوحدات مشروع الحنينية الإسكاني، حيث يعتبر هذا المشروع أحد أبرز المشاريع الإسكانية في المحافظة الجنوبية والمدرجة ضمن مشاريع عمل الحكومة. توزيع عقود مشروع الحنينية الإسكاني اليوم بالإضافة إلى المشاريع اللي سبق توزيعها من قبل والتي تندرج من ضمن برنامج توزيع 3000 وحدة سكنية اللي في الواقع من ضمن برنامج عمل حكومة، واللي يعكس جدية الحكومة الموقرة في التعامل مع الملف الإسكاني برئاسة سمو رئيس الوزراء الموقر، واللي في الواقع تندرج هذه المشاريع من ضمن قائمة 3000 وحدة سكنية اللي أمر بتوزيعها سمو ولي العهد الموقر. وزارة الإسكان قامت بإشعار المواطنين المنتفعين من المشروع بموعد الحضور لاستلام عقود وحداتهم وإنهاء إجراءاتهم القانونية والمالية، والذين عبروا عن شكرهم للقيادة الرشيدة على تسريع وتيرة الإسكان وتوفير السكن الملائم. أشكر جلالة الملك ورئيس الوزراء وولي عهده على أن احنا حصلنا وحدة سكنية، صراحة وايد احنا مستانسين ويعني فرحتنا صراحة ما توصف. أشكر جلالة الملك على إهدائنا للبيوت الطيبة هذه، وبيض الله وجهه ما قصر، وسمو الأمير خليفة وسمو الأمير سلمان بن حمد والله يجزيهم خير وبيض الله وجوههم يعلمهم بخير إن شاء الله. وشعوري ما يوصف على هالفرحة، ولي هول استانسوا والبيت استانسوا، والحمد لله على كل حال. ونشكر جلالة الملك ورئيس الوزراء وولي العهد على هالفرحة. والله احنا مستانسين على سلمنا توقيع عقود الوحدة السكنية، ونشكر جلالة الملك وولي العهد على تسهيل عملية تسليم الوحدات الحنينية. نشكر جلالة الملك ونشكر رئيس الوزراء ونشكر ولي العهد ونشكر كذلك وزير الإسكان. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل الأحوال، الحمد لله مستانسين إن شاء الله. أشكر جلالة الملك الشكر الجزيل، وأشكر سمو رئيس الوزراء، وأشكر سمو ولي العهد على ما قدموا لنا من إنجاز والإسراع في تسليم الوحدات السكنية، هذا شيء يشكر عليه وما قصروا، والله يجزيهم ألف خير. مستانسة أن حصلنا على بيت، وشكرا يا بابا حمد وبابا خليفة وبابا سلمان. أشكر جلالة الملك وأشكر رئيس الوزراء وأشكر ولي العهد الأمين، وأنا اليوم إن شاء الله مستانس على أساس سلمت الوحدة، ونشكرهم على سرعة الوتيرة الإسكان. الحمد لله على النعمة هذه، نشكر الحكومة الرشيدة على رأسهم جلالة الملك ورئيس الوزراء ولي العهد على تسريع الوحدة السكنية، والحمد لله وإن شاء الله المزيد أكثر جاي على الطريق إن شاء الله، والناس اللي ما حصلوا بيوت إن شاء الله جرب إن شاء الله. مستانسين وايد، ونشكر الحكومة الرشيدة على تسريع الأمور في البيوت الوحدة السكنية، وأشكرهم شكر جزيلا. بعض المواطنين عبروا عن سعادتهم لحصولهم على وحدة إسكانية في مكان نشأتهم الأولى، هذه الفرحة كانت واضحة في عيونهم ومرسومة على ملامحهم. أشكر جلالة الملك والحكومة الرشيدة وولي العهد على الأمر اللي أمر الملك وولي العهد من التسريع، والحمد لله على كل حال. أشكر الحكومة الرشيدة. أنا من سكنة الرفاع الغربي ومواليد 63، وكنت أتمنى المنطقة اللي أنا عشت فيها وتربيت فيها، والحمد لله يعني التلفون وتميت أصيح من غير شعور،
كأنه حلم، والحمد لله الملك حقق لي الحلم هذه، وأشكر الملك والحكومة. أشكر جلالة الملك على حصولي على الوحدة السكنية وولي العهد ورئيس الوزراء، والحمد لله أن أنا حصلت في نفس المنطقة اللي أنا ربيت فيها، وأشكرهم على سرعة الإنجاز، وأشكر وزارة الأسكان. أنا وايد مستانسة أن اليوم سحبت على الوحدة السكنية، وقعنا العقد في منطقة الرفاع، خصوصا أن احنا من أهالي الرفاع، ولله الحمد على الوحدة السكنية اللي كنا نتمناها في نفس المنطقة. أشكر ملكنا، وأشكر سمو رئيس الوزراء، وأشكر ولي العهد على اتخاذ لتسريع الإجراءات اللازمة في تسليم وحدات السكنية. أشكر جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد وعلى مجهود وزير الإسكان، وحصلت مكان أنا قاعد فيه طبعاً من نفس المنطقة يعني. أشكر جلالة الملك وأشكر رئيس الوزراء وأشكر ولي العهد على هذه الفرصة. البيت اللايم الحمد لله احنا بخير، لا مستانس حتى النوم ويني لنا صدنا مفاتيها، احنا صدنا الرأس احنا باقي المفتاح. مشروع الحنينية الإسكاني سيسهم في تقليص قوائم الانتظار في المحافظة الجنوبية، حيث ستبدأ وزارة الإسكان بتسليم مفاتيح الوحدات الإسكانية للمنتفعين بعد الانتهاء من تسليمهم عقود الانتفاع.